نستطيع أن نتعلم اللغة العربية؟ أولا لابد أن نتعلم النورانية أول شيء حتى تتعلم الحروف والحركات. يا بددو زرجب زنفير نورانية ألف بار وقيجفو حرف خر سببغوفو بصارفكم قيجفو كتاب صغير جدا يسمى النورانية خلتكو شاش مديج نورانية جاية جواب حتى تتعلم الحروف والحركات وتتعلم كيف تقرأ تدي ديج جشاش معلم الثاني جوا حرف خر وقيجفو حركات خر تبغوفو بصارفكو زبغوفو بإذن الله إذا تعلمت النورانية تستطيع أن تقرأ القرآن نورانية مكوزرجانا وج قرآن وقيجفوه هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية لابد أن تدرس المخاطبة الحديث التعبير كيف تتكلم مع العرب السلام عليكم كيف الحال متى أتيت ما اسمك نعم يتوانا ثباقر زبغة سنوش ولبساثو وش زقزجه زغيبه خر وش زبغريچي چيشيبه خر حرب خم واخزم مرسيت وويتر ست سلام عليكم وعليكم السلام مسا خر زبسن بويت وانا تجعل كل شيء حولك بالعربيه مثاله تجعل الهاتف لغه عربيه تكتب على الجدران الاحرف العربيه تستمع دائما إلى المحاضرات الدروس إلى القرآن بالعربي. وبشان خير راشي وخري آخر جس تشوي حرب تبزل شو إشتن خوي بدون خم دي وبدون خم جرف وحرب سالفة غزا بغزا كن وحرب حرب حرف خر وي تليفونري حرب سالفة جد حرب جا تبغى بصحن خوي وقعيجو تحاول دائما أن تتكلم مع العرب حربكم واخذتوا حربكم وبسعر خشتن ويش وتكتب دائما باللغة العربية حرب بزجة وتخشتن ويش وتدعو الله سبحانه وتعالى بيجي على حشكم ويسلمون في بيغتكم والله هذا القرآن الله سبحانه وتعالى يسر لنا لكن نريد أن نجتهد لابد أن نجتهد الله حشكم قرآن في غبس شاي زل قرؤه وين شاش عود دقوه زيد غحم بيت بفين غزة غزة الله حمد قد يتمشي